حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، لفت انتباهي هذا المقطع الذي يعبر عن عاطفة الأم الشديدة التي لا تنسى ابنها. هذا هو الأسد أو أنثى الأسد اللبوة تحاول اصطياد دب صغير رضيع لازال صغيرا، وهو يهرب منها. طبعا هو ابتعد عن أمه، هذا الدب الصغير ابتعد عن أمه، ولكن على ما يبدو أن هناك تواصل ولغة بين الحيوانات وبخاصة الأم وابنها. انظروا معي، هنا يحاول هذا الأسد أو أنثى الأسد أن تصطاد هذا الدب الصغير. طبعا الأنثى جائعة، ربما تريد أن تحضر وجبة دسمة لأبنائها مثلا وزوجها الأسد. فهنا تقترب هذه اللبوة من هذا الدب وهو يهرب منها. طبعا هروب هذا الدب السريع أيها الأحبة، أنا أريد هنا قبل أن أكمل أن تتأمل معي دقة صنع الله سبحانه وتعالى، سرعة الجريان، الاتجاه نحو الهدف. وأريدك أن تتأمل رد فعل هذا الدب الصغير، كيف يجري ويفر ويحاول أن يتمسك بأي شيء. طبعا بعد قليل لن يجد أمامه إلا نهر صغير ليسبح فيه، هذا هو النهر طبعا هنا، ولا مفر أمامه. فالآن هو سيهرب، ولكن وجد هذا الجذع للشجرة وبدأ بالتسلق عليه، ولكنه جذع ضعيف. انظروا، ينتهي هنا بمنطقة يعني ضعيفة جدا لا تتحمل وزن هذا الدب. لبوة تصر على اللحاق به كما نرى هنا سبحان الله. فعندما تلحق به ويحاول أن يهرب منها هذا الدب، سوف ينزلق بعد قليل في النهر، ينكسر به هذا الجذع ويغطس في النهر. هنا أريدك أن تتأمل أخي الحبيب قبل أن أكمل، التقنيات التي يستخدمها هذا الطفل الرضيع الصغير في الدفاع عن نفسه. من علمه إياها؟ من الذي علمه كيف يتسلق وكيف يهرب وكيف يحافظ على نفسه وكيف يغامر؟ سبحان الله، هذا رد على من يعتقد أن الطبيعة هي التي خلقت البشر. طبعا هذه اللبوة أمامها وجبة دسمة وتريد أن تصل إليها بأي طريقة. انظروا هنا يسبح، استخدم هذه للسباحة. سبحان الذي علمه. انظروا أيها الأحبة إلى هذه اللقطة الرائعة، فعلا أن هذا الدب يتمسك بالحياة لآخر لحظة. فهو أمسك بالجذع الذي انكسر منه وركب عليه وبدأ يعني يسير مع النهر خوفا من الغرق. وسبحان الله اللبوة تلاحقه في كل مكان وهو لا يجد أي مهرب منها. سبحان الله، انظروا كيف هنا تأتي هذه اللبوة وتتجاوز كل هذه الصخور وحتى تصل إلى هذا الدب المسكين الذي ليس لديه إلا هذا الجذع الخشبي ليتعلق فيه. انظروا كيف يسبح، ولكن سوء الحظ أن التيار المائي يدفعه باتجاه مصيره السيء. وبعد ذلك طبعا هنا يحاول أن يسبح ولكنه يشرف على الغرق، فيضطر للجوء إلى صخرة، ولكن يجد هذا المفترس بانتظاره. انظروا الآن المفاجأة بعد قليل، هذا الدب الصغير بعد أن ابتعد عن أمه لم يطلق أي صرخات تأتي الأم، ولكن سيطلق هذه الصرخات عندما يشعر
بالخطر الشديد. انظروا كيف وجد هذا الوحش أمامه وبدأ بمهاجمته، سبحان الله. هنا يطلق هذا الدب الصغير، يطلق نداء يستغيث بأمه. هذا النداء هو لغة تفهمها الأم. هناك اكتشاف جديد أيها الأحبة للتواصل بين أفراد القطيع وبخاصة الأم وابنها في عالم الحيوانات، فهي لديها لغة خاصة تستخدمها، الأم مع ابنها والابن مع أمه. الذي علم هذا الطفل هو الله سبحانه وتعالى، هو الآن ينادي أمه ويصرخ بأعلى صوته، وهنا طبعا الأم تأتي. انظروا كيف يبتعد بعد الصرخات، جاءت الأم هنا كما نرى أمامنا استجابة لصرخات ابنها، فجاءت هذه الأم وهربت أنثى الأسد بعد أن رأت الأم. طبعا حجم الأم كبير جدا ويمكن أن تشكل خطورة على اللبوة. انظروا كيف يرجع هذا الطفل ويعود إلى أمه. انظروا إلى هذه اللحظة المؤثرة أيها الأحبة، إلى هذه العاطفة. من الذي وضع هذه العاطفة في قلب هذه الأم؟ هذه الأم تزن مئات الكيلوغرامات، يعني هي فعلا كانت ستقتل اللبوة. انظروا إلى العاطفة، إلى الحنان الذي تمارسه مع ابنها، سبحان الله. يعني هذا الأمر أيها الأحبة ينبغي أن نأخذ منه العبرة، ينبغي أن نأخذ منه عبرة أن الرحمة وضعها الله بين المخلوقات، وهذه الرحمة طبعا ينبغي أن نتحلى بها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لا يرحم لا يرحم، ويقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فلذلك هنا عندما نرى هذه النماذج في عالم الطبيعة، عندما نرى مثل هذه العاطفة تتجلى في حيوان مفترس حقيقة، ولكن تتجلى هذه العاطفة مع أبنائه أو حتى مع القطيع، هذا كله يشهد بصدق الآية الكريمة التي تقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وهناك أيضا شيء مهم يجب أن نتعلمه أيها الأحبة، أن القرآن الكريم مئات الآيات تتحدث عن الرحمة. يكفي أن كل سورة ما عدا التوبة في مقدمتها الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا كل هذا العدد الكبير لكلمات الرحمة في القرآن؟ ليعلمنا أن نرحم بعضنا، يعلمنا أن يرحم بعضنا بعضا. وبالتالي عندما نتعلم ثقافة الرحمة أيها الأحبة، كل المشاكل ستختفي. نحن مشاكلنا اليوم كثرة القتل، كثرة التدمير، عدم تقديم الخير للآخرين، الطمع، الجشع، الغش، كل هذا يناقض الرحمة. والله لو تحلينا بالرحمة التي في قلب هذه الأم التي نظنها لا تعقل ولكنها أعقل من كثير من البشر، كما قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلو تعلمنا القليل من رحمة هذه الأم بابنها لحلت مشاكلنا جميعا. ولا أجد أيها الأحبة إلا هذه الآية الكريمة أختم بها: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حتى يتبين لهم أنه الحق.